سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لو علمت أحب الناس إليك من؟ لو فرضنا أحب الناس من الأحياء اليوم إليك من؟ أبوك، أمك، زوجتك، ابنك، بنتك، أختك، صديقك. تأمل أنك تحاول قدر المستطاع ألا تفعل شيئا يسبب الوحشة بينك وبينه. المعاصي سبب لوجود الوحشة بين العبد وبين ربه، فلا تحس بمعيته ولا تشعر بمحبته ولا تجد الأنس به. والله لو لم يكن من آثار المعاصي إلا هذه لكان حريا بالعاقل أن يتوب منها ويستغفر. غشاوة يصبح على القلب كما تأتي الغشاوة على البصر، تأتي على البصير. غشاوة البصر سببه أمراض بدنية، غشاوة البصيرة سببها الذنوب والمعاصي. قال عثمان رضي الله تعالى عنه لرجل قال: أو ما يستحي أحدكم يذنب الذنب ثم يأتيني ويجلس معي؟ ورأى الإمام أبو حنيفة رجلا يتوضأ فقال له: أما تستحي من الله ترتكب الذنب ثم تتوضأ ولا تتوب؟ فاستغرب الرجل: كيف؟ الذنوب والمعاصي لها آثار ظاهرة على البدن يراها المتقون بفراسة الله إياه. داود عليه السلام لم يكن عظيم الخلقة، وكان طالوت عظيم البنية، ومع ذلك لما تصارع قتل داود جالوت. سبحان الله العظيم، جالوت كان عظيم البنية فقتله داود. ذلك قوة القلب له تأثير عظيم في الشجاعة، له تأثير عظيم في الإقدام، له تأثير عظيم في خروج الخوف من قلب العبد، وتنزع مهابة الناس من قلب المطيع لله عز وجل. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.